طب هشتاج رجلك مش شايله. انا بابا اللعبه انا الهوجو، بلاش تخبط في الاسود، مجال كبير هري وحوارات، انا الثقيل وانت الكتكوت، مجال كبير هري وحوارات، انا الثقيل وانت الكتكوت. يا عم يلا، يا عم يلا، يا عم عزه انت معل، يا عم عزه انت معل. سلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده جايب لكم حلقه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده يا ولادي هي يعني تكمله لسلسله اللاعب المستفز. وطبعا قبل ما نبتدي الدور يعني على خيره الله، لا تنسى ايه ام الضي الكشري خلفي حسيح النيح الليح الشرخ بتاعك. ولو مش مشترك في القناه يعني انزل اشترك في القناه وفعل ام زر الجرس. وياريت يعني اي حد عندي من اخواتي يأكد على زر الجرس دوت ويعمله قل او الكل، يعني شوف انت يعني شربك حل. يلا نبدأ الفيديو على خيرة الله. زيع يا ابن والدي، زي ما انتوا شايفين كده يا ولادي، لقى اول جثة تستاهل رزق وجالك عش عيالك اهو. شغل نط الحيطان اهو، عليا النعمة راجل مغيب شارب يعني مية لف واقف، والتاني واقف له قدامه هو مش حاسس ولا دريان ولا نيحان ولا سيحان بأي حاجة. ها؟ أهو ملك ها؟ أنت بتعمل إيه؟ سلالة أمك إيه؟ أنا عايز أفهم. أهو قفش واحد من تحت، لازم يجيبه قبل ما يعني إيه يزعله على ال على البلوة اللي هو قفشها فوق. قال لي ده بيعمل إيه دوت؟ والله يا جماعه ما عارف، عندي صداع مش عارف يعني مش عارف اقول لكم ايه يعني. اهو قومه عشان انيمه. لا ده سابه، قالوا تعالى في الدره تاخد ماده مخدره. والله عسل يا سادة. مش الولد ده اللي كان تحت تبعهم طلع يعني؟ بيقول بقى يعني في الافتكتات بتاعته ان هو بيشتم شتايم سايحه نايحه ليحه، ويعني زي ما يكون اليوتيوب ده ما بيفهمش انجليزي وفاهم لغه السادات. ليه يعني السادات يعني يديله يعني افيهين حرقين شويه، هوب يا ميه يعني يديني علامه صفرة، هوب مالكش عيش عند اللي جابونا. لكن الاجانب بيشتموا لا عادي، ايزي بيس يا مان، حسبي الله ونعم الوكيل. حلوه يا نايس يعني، كل حاجه نايس على دماغنا ودماغ اللي خلفونا يعني. انا مش عارف ايه اللي حصلان يعني لحد دلوقتي، ده نقوم في يعني في ربع شبر، والعيال يعني مش عارفه تعمل مع اللي خلفوه ايه يعني. عليا النعمه يعني لعيب منجوز اهو، بيجيط في النطه بيجيط يعني. انا مش ناقص يعني قلب معده بقول لك تعبان اهو. اتفضل مراحيد عمه يابا، مراحيد عمه اهو بقى يعني ايه. اهم حاجة ان التاني ده يعني اهو هينطلوا من الناحية التانية، والعيال يعني زي ما يكون شاربين يعني مية لف. طب يا جدعان كده يعني اللي ما عملش ام لايك كده يعني وهو بيتفرج على ام الفيديو، يعني تكرم كده يعني، ويعني والله ما بتدفع فلوس انت يعني بتديه كده سبيل لله يعني ايه، على سبيل المثال يعني انت تعبت وانا يعني اهو خد يا عم. عادي ايزي، شايف يد الثقافة يلا ألماني أنا ها. يلا يلا فلت منه، لا ما لحقوا لحقوا يعني. أنا بقالي ربع ساعة واقف في يعني في نفس الحتة دي يعني، الولا يعني مش شايف غيرهم، مش شايف غيرهم يعني. الولا والواد خايف يقومه لا يخش ينش، هو يعني هو مش عايزك والله، هو ما عايزك أنت، هو عايزك تقومه وينيمه. شوف بقى يعني هو بيفكر يعمل عليهم يعني نمره جديده اهو. بص الولا اهو. يا الولد ده له ايه؟ جالك كاد زرفوا لك من غير ما تحس، انا عارف. وايه يعني دي سلاوه جديده دي يعني ولا ايه؟ انا عايز افهم، في ناس تانيين يعني؟ بصوا لابس لك لبس واحدة يعني لا مؤاخذة يعني بالباس، أنا مش فاهم يعني إيه هو إيه اللي عامله في نفسه ده.
انا يعني انا ممكن اتخض لو واحد لقيته في وشي يعني بالمنظر ده. والله اتخض، والله انا هتخض فعلا يعني. انا مش عارف يعني بيطلع منين. في ناس تقول لك يا سادات ده هو عامل روم مثلا يعني بيهلس مع الناس يعني وكده. احب اقول لك لا يعني ده عمرها ما تكون روم يعني، لان في ناس فعلا بتبقلش وتجيه من ورا من غير ما بيحس. اهو زي ما انت شايف ده واحد بيضرب ضرب عشوائي بيلبس اهله اللي نايم بيه ده على الارض. اهو زي ما انتوا شايفين يعني هو نايم ليه. طيب ما تقوم يا حبيبي انهض. ايوه كده سمع الكلام بس هو يعني شايفه يعني بص لعريان من كل حتة ومعري كل حاجة وستر دماغه. الله عليك وعلى اخلاق. اهو جابه يعني ده يعني استحالة يكون روم يعني. لو هو روم مثلا ومنزل ناس تبعه استحالة انه يجيبه. لازم يعني ايه يقعدوا يلعبوا مع بعضيهم ويطبلوا ويمحروا ويعرضوا لبعضيهم جاب. او ايه اقعد ايه. ايوه يا عمي يعني ايه الريحة المعفنة دي. شايف بيراقب العيال يعني زي ما يكون يعني ايه متجسس عميل صهيوني. اهو انت يا نيلة او سربرايز يعني انا مش عارف اقول لك ايه يعني يشتم وانا يعني غلبان نيحان سحلان. العب يا بابا العب. اهو بيلعب بالكوز ولا كونكوس يعني انت فاهمين يعني العب بالكوز لعيب جميل. شرمها عليها النعمة فنان يعني فنان في البيض يعني انت يعني ايه مخلوق تبدا على خلق الله عذرا يعني. اهو يقعد يراقب يعني الواحد يسيبه يلوت ويجري ويتعب ويشقى ويعافر. اهو بص يقولك ايه شاف المولوتوف كأنه شاف ازازة ميريندا. هو مش واخد باله بص بقى ايه هيحمره بيها بويا. عملوا بطاطس محمرة. هو بيشتمه يعني بيقوله يعني عادي يعني. ومن هنا يا ولادي توصل لنهاية حلقتنا يعني أرجوكم لا تنسى أم اللايك الشاري خلفية حساية حنايح لأن ده يعني هو اللي يعني وسيلة الدعم الوحيدة يعني في ظل إن يعني مفيش أي إعلانات ومفيش أي حاجة يعني فرحونا يعني بأم اللايك يعني شايف كمية يعني. أشكركم شعبي العظيم أشكركم 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 أشكركم.